في الصلاه الرسول عليه الصلاه والسلام قال كما في الحديث المتواتر الذي رواه ابو هريره وابن عمر وسعد بن ابي وقاص وجابر بن عبد الله وميمونه وكذلك جبير بن مطعم واخرون زي عبد الله بن الزبير وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجدي بالف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام فالصلاة فيه بمئة ألف يعني لو أنت حسبت كده أنت تصلي في اليوم والليلة 12 ركعة من السنن الرواتب التي جاء النص بها عن حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيب اه 12 ركعة في اليوم لو ضربتهم في الشهر لو دارتوهم في السنوات لو دارتوهم في 20 30 40 50 سنه هيطلع رقم كبير نعم لكنه لا يساوي ان تصلي 10 ركعات في المسجد الحرام من جهه الثواب لان المسجد الحرام الصلاه فيه ب 100000 يعني لو صليت 10 ركعات في المسجد الحرام بمليون مليون ركعة ثواب مليون ركعة يعني في, الـ في الجزاء وليس في الإجزاء ودي مسألة أنا هتكلم عنها إن شاء الله عشان بس إيه أحل إشكال وقع عند بعض الناس علشان واحد لو هيصلي بقى مليون ركعة ده محتاج 231 سنة أنت لو حبيت تصلي عشر ركعات في المسجد الحرام ده يأخد منك في حدود تلت ساعه أو نصف ساعة شوف نصف ساعة لو أردت أن تفرد هذه الركعات بمئة ألف ركعة في عشرة أدي مليون ركعة هتاخد زي ما قلت لك وثلاثين سنة ربما يكونوا كمان عدة أشهر أو حاجة زي كده فده تكفير للعمر